أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار الجمال التاريخية. لقائنا مع الجراند ماستر الألماني الشاب دينيس فاجنر في دور اختير كأفضل دور في 2017 في ألمانيا، وهذا الدور القصير معبر جدا ومفيد. فعندما تعتمد أي افتتاح عليك أن تدرس الفكرة التي وراءه، وخاصة مقالات البيادق فعليك أن تختارها بكل دقة. فكما قال فرانسوا أندري فريدور: إن البيادق هي روح الشطرنج. ففي هذا الموقف الأبيض يهدد ببيشوب جي 5 لربط الحصان، ولذلك الأسود ترك فكرة الافتتاح ولعب احتياطيا النقلة H6. ولكن بعد هذه النقلة التي لا تنسجم مع روح الافتتاح تألق الأبيض ولقنه أحد الدروس القوية وانقض عليه بشراسة. وكانت هناك العديد من النقلات المذهلة، ففي هذا الموقف ما هي نقلة الأبيض التي لا يصدقها عقل؟ هيا نتعرف عليها وعلى الجراند ماستر واجنر. إهداءات الفيديو السابق: إبراهيم محسن، عبد الله كمراني، عبد الوهاب عبد الرازق، عمر الزيدة، يوسف الجنتل، فاموس، منافع الناس، أيمن وردة، ومحمد محمد. فاجنر الألماني بالأبيض وبدأ دي فور، ورد البوسني نيكوليك نايت اف 6 سي 4 اي 6 نايت سي 3، وهنا نيكوليك لعب بيشوب بي 4. دفاع النمزو هندي، وده دفاع شرس للغاية، بيربط الحصان على الملك وطالب نايت اي 4 ويضغط اكتر على الحصان، والابيض دافع باف 3 وبيمنع المربع، وده بيسمى تفريع كوموش. طالب الاي 4 والاسود ايضا بيمنعه بدي 5 وطالب السي 4، والابيض لا يستطيع لعب الاي 4 لحمايه البيدق، واذا اخذ الحصان هياخد ويكثف الضغط على الحصان المربوط، ولذلك اي 3 طالب الفيل، والفيل اخذ الحصان بتشيك. وبعد الاخذ وصلنا للموقف المثير للجدل، الابيض طالب البيشوب جي 5 ويربط الحصان على الوزير، ولابد للاسود ان يتقمص روح الافتتاح ويرد بشراسة سي 5 ويهاجم الوسط، وفي نفس الوقت بيفتح الوتر للوزير. ودلوقتي اذا الابيض كمل في خطته ببيشوب جي 5 الوزير هيترك موقعه للاي 5 ويضغط على بيدق السي 3 ويربطه على الملك، ودور الاسود جيد. ولكن الاسود ملعبش النقلة الشرسة، انما لعب النقلة السلبية H6 بيمنع الفيل من المربع، والابيض اخد على D5 والاسود كذلك، وهنا لعب E3 طالب يعبق الفيل عن طريق D3، وافضل نقلة الاسود هي التكملة ايضا بشراسة بالC5، لكن كمل بيشوب F5 بيمنع الفيل من التعبئة، والأبيض ترك الفيل وكمل نايت E2. ومرة أخرى أفضل نقلة الأسود هي لعب C5 ووراءها النايت C6، لكن قام بالتبييت، ودي نقلة ضعيفة هيدفع ثمنها، لأن الأبيض انقض عليه بجي 4 طالب الفيل، والفيل تراجع، وهنا كمل في هجومه ب H5، وله تهديد خطير بلعب الجي 5، ولابد للأسود من الأخذ، والأبيض حياخد مهدد الحصان وبيفتح العمود، ولذلك الحصان لابد أن يتراجع. لكن إلى أين؟ إذا تراجع للدي 7 هتكون نقلة سيئة، لانه هيمنع حماية الوزير لبيدة الدي 5، والابيض هيكمل بقوة نايت اف 4
طالب البيداء ولابد الحصان أن يتحرك لحماية البيداء وأيضا بالوزير، لكن بكده خسر أكتر من نقلة والأبيض هيطور هجومه بجي 5. طالب ياخد البيداء ولابد من الأخذ ويفتح العمود جي على الملك، ولذلك مجبر على الأخذ والأبيض أخذ، وبكده تم فتح العمود اتش والرخ بيصوب على الفيل، وطالب يكثف عليه الضغط ببيشوب دي 3، والاسود لو اخد هياخد بالوزير طالب المات، ولذلك ربما ياخد البيدا وبيهدد بكوين جي 3 تشيك ويتم بعصارة قطع الابيض، لكن الابيض لن يهتم وهيكمل ببيشوب دي 3 طالب الفيل ولابد من الاكس، وهنا هياخد بالوزير طالب المات، والحل الوحيد هو لعب الروك اي 8، لكن بعد كوين 7 تشيك كينج اف 8 الابيض هيلعب كينج اف 2 طالب الروك جي 1 وبيدا الجي هيسقط، ولابد من تراجع الوزير، لكن هنا هتجي النقلة المؤلمة اي 4 والفيل الى المربع اي 3 لمحاصرة الملك، ولا يوجد للاسود دفاع، لانه مثلا لو لعب النايت سي 4 لمنع الفيل هيترك حماية البيدا دي 5 والابيض هياخده طالب الوزير وطالب الاخذ على السي 7 بشوكة للرخين، وهيخرج فائزا ماديا. اذا تراجع الحصان للدي 7 نقلة سيئة، ولذلك تراجع للإي 8، لكن دي أيضا نقلة سيئة لأنها منعت الرخ من الحركة، وكذلك أفقدت الوزير التواصل مع الرخ، ودور الأسود بيسوء، والأبيض كمل بنايت F4 بيصوب على D5 وبذلك بيشل الوزير عن الحركة وكمل نايت C6، وهنا جاءت النقلة المنتظرة G5. وأفضل نقلة للأسود هي التراجع بالحصان ثم الذهاب للجي 6، ولكن ده هيكون على حسب فقدان بيدا، ولذلك الأسود أخذ البيدا والأبيض أخذ سعيدا، وتم فتح العمود اتش وطالب البيشوب دي 3 اللي شرحناها في التفريع السابق، والأسود مجبر على أخذ البيدا طالب الكوين جي 3 تشيك، لكن الابيض فاجئه باول نقلاته المتألقة الروك A2. الرخ في طريقه للمربع H2 لطلب الفيل رسميا، ولا فائدة من لعب الكوين جي 3 تشيك، لان الابيض هيغطي بالرخ وبيهدد بروك H3 بحماية الحصان ويزود الوزير ويتم ازواج الرخين، والاسود في حالة بائسة، ولذلك الوزير تراجع للدي 8 ليظل يحمي البيدا دي 5، والابيض كمل في خطته بروك اتش 2 طالب الفيل، والفيل لا يستطيع التحرك والا روك اتش 8 تشيك ميت، ولذلك لابد من حمايته بالحصان. وهنا وصلنا للموقف المرسوم على غلاف الفيديو. يا ترى ايه هي نقلة الابيض التي لا يصدقها عقل؟ الابيض لعب كوين سي 2 بيضحي بالوزير، لكن الفيل للأسف لا يستطيع اخذه والا هيفتح العمود وتجي الروك اتش 8 تشيك ميت، ولذلك لا يوجد غير الجي 6، لكن هنا الابيض استمر في هجومه بنقلة اخرى رائعة، درجة الصعوبة 7. الابيض ضحى الرخ ولابد من الاخس، لكن هنا الابيض اعلن فوزه بكوين اتش 2 طالب الحصان، والحصان لا يستطيع البقاء في موقعه وأيضا لا يستطيع المغادرة وإلا المات، وده بيذكرني بالممثل القدير عبد المنعم مدبولي،
وجملته الخالدة. على أي حال الأسود لا يستطيع حماية الحصان أكتر، ولذلك لابد من تركه وكمل روك E8 وبيعمل مربع حروب للملك، والأبيض أخذ الحصان سعيدا بتشيك كينج F8 كوين H8 تشيك، والملك لو عاد مرة أخرى كوين H8 تشيك ميت، ولذلك لابد أن يخرج للعراء، وهنا كوين G5 تشيك الاسود سلم لانه لا يستطيع ابدا الدفاع. فلو لعب الاف 6 هيفتح الصف وروك اتش 7 هتنهي الموقف. اما اذا ذهب للاف 8 هنرى المتعة كلها، لان بعد روك اتش 8 تشيك كينج جي 7 الرخ والوزير مطلوبين، والكش من الاتش 6 بالوزير هتجعل الملك يهرب، ولكن الابيض هيوقعه في المصيدة بطريقة جميلة بنايت اتش 5 تشيك، والبيدق لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الملك اللي ليس امامه غير اخذ الرخ، وبكده الملك جاء في الرخ، والوزير هينقض بكوين اتش 6 تشيك كينج جي 7 كوين جي 7 تشيك ميت. واذا ذهب للعمود دي مثلا للدي 7 اولا هيمنع حماية الوزير لبيدق الدي 5، لكن الابيض هيبدأ اولا ببيشوب اتش 3 تشيك، وبالطبع الابيض لا يستطيع التغطية بالرخ لانه هياخده مجانا، ولذلك لابد من التغطية بالبيدق، وهنا الابيض هيضحي البيدق بتشيك ولابد من الاخذ، والوزير هياخد بتشيك، والملك اذا ذهب للدي 6 هيسرع بالمات بعد كوين دي 5 تشيك، ولذلك ربما الافضل الذهاب للاي 7، لكن الرخ هينقض بدوره والملك مضطر للذهاب للدي 6 ليتلقى المات، ولذلك في الموقف ده الاسود سلم وتعلم درس بانه يدرس الافتتاح، ولكن الاهم ان يدرس روح الافتتاح ويتصرف على اساسها. والآن ما رأيك في هذا الدور، وهل يستحق أفضل دور في ألمانيا 2017؟ منتظر آرائكم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.